الدكتور محمود القمحاوي مدير معهد بحوث امراض النبات، اهلا بيك. اهلا بحضرتك ازيك. احنا اصرينا يا دكتور احنا نعمل اللقاء مع حضرتك داخل احد المعامل الحاصله على الاعتماد الدولي. شرف للمعمل والمعهد. احنا لو هنبدا في اختصار معهد امراض النبات نعرفها للمزارع ازاي، نعرفها للمستثمر ازاي؟ وحضرتك نعرفها للمزارع الانسان البسيط من اسمه، معهد بحوث امراض النبات، يبقى المسببات المرضيه اللي بتعمل مشاكل في النبات وبالتالي بتأثر على الإنتاجية بتاعت النبات. وحضرتك عارف ان من ضمن التحديات الحالية ان الآفات دي او الامراض دي بتعمل تقريبا خسائر في الغذاء بنسبة 25%، يعني ما يعادل 600 مليون نسمة. يعني ال 25% دي تأكل 600 مليون نسمة، دي تبع لإحصائية الفاو. تمام. فبالنسبة لأمراض النبات، أمراض النبات ده علم واسع في مجالات كتير جدا. هكلم حضرتك عن المعهد. المعهد بيضم 17 قسم، في أقسام منه أقسام فنية، بمعنى إن الأقسام الفنية زي قسم بحوث أمراض الرز، قسم بحوث أمراض القمح، قسم بحوث أمراض الفاكهة، وفي أقسام عامة زي قسم بحوث الفيروس والفيتوبلازما، ده شغال على كل المحاصيل، فاهمني حضرتك؟ تمام. وقسم بحوث البكتيريا يعتبر من ايه برضو من الاقسام الجنرال في المعهد، برضو بيشتغل على كل المحاصيل. مفيش الاقسام الفنيه هي اللي معنيه بمحصول او مجموعه من المحاصيل معينه. تمام. انما الاقسام العامه بيبقى بتدرس المسبب المرضي المتخصصه فيه على اي عائله. تمام. احنا ازاي النهارده بنتابع مع المزارع في الحقل لو في ظهرت اي فيروس اي بكتيريا؟ لا، هو حضرتك في اولا من النشاطات الاساسيه في المعهد في نشاط ارشادي وتدريبي، وفي النشاط الارشادي والتدريبي دي بيتضمن ايام حقل. ايام الحقل دي بيتعمل عن طريق تناغم هنقول بين المعهد ممثلا في وكيل المعهد لشؤون الارشاد والتدريب مع مديريات الزراعه، على اساس ان هي بتجهز نبقى عارفين المشكله اللي في الوقت ده ايه، فبالتالي بنبدا نجهز ايام حقل وندوات ارشاديه عشان نوعي المزارع بالمشكله اللي موجوده حاليا او اللي ممكن تحصل وبالتالي نتلافاها. تمام. احنا النهارده يا دكتور لو اي بذره النهارده خارجيه، النهارده دور معهد بحوث امراض النبات دور مهم جدا. تمام. احنا بننسق مع مين؟ بنقول دي بذره كويسه هتنفع للانتاج سواء المحلي او بعد كده نصدر منها. هو معهد بحوث امراض النبات بيعتبر حائط صد جنبا الى جنب مع الحجر الزراعي، بمعنى ان مفيش حاجه بتخش البلد غير لما بتيجي هنا المعامل بتتحلل ماشي بمنتهى الدقه طبقا لاحدث تكنولوجيا. تمام. ماشي، وبناء عليه بنبعت الرد نتيجه العينه على اساسها بيتم السماح او عدم السماح للشحنه اللي جايه دي تخش او لا، والعكس صحيح. تمام. فاهمني حضرتك؟ برضه بالنسبه للتصدير برضه نفس المتبع هنا هو المتبع هنا، بس اللي بيبقى جاي من بره احنا بيبقى يعني بنتعامل معاه بحذر اكتر يعني بدقه اكتر. تمام. لو هنفحص مثلا عينات محليه او عينات مستورده شهريا بنفحص قد ايه بقى من البذره؟ لا، ده كميات النشاط الارشادي والنشاط الانتاجي ده كتير جدا، انا ما اقدرش الرقم لان تقريبا بيبقى فيه تقرير اسبوعي بيطلع لرئاسة المركز عن كل الانشطه، بالاضافه ان بيبقى فيه تقرير شهري وربع شهري ونصف سنوي وربع اسف ربع سنوي ونصف سنوي وسنوي. فالارقام لا، على اساس ان انا اكون دقيق لا صعب، انما هي بيبقى فيه بنتعامل مع شكاوي شركات، شكاوي مزارعين، مع زي ما بقول لحضرتك مع العينات بتاعت الحجر الزراعي كده يعني في نفس المجال ده. بالنسبه بقى للصادرات الحاجات اللي احنا بنصدرها طبعا بنديها شهاده معتمده من هنا بالزبط. ان هي خاليه من امراض النبات، بنتعامل معاها ازاي بقى؟ برضه هو نفس البروتوكول اللي بيتعمل، يعني بمعنى ان شركه ما ناويه تصدر لبلد ما. تمام. تمام حضرتك. المفروض ان في عندنا مندوب يقدموا طلب ماشي ان هم بصدد ان هم يصدروا
سين من المحاصيل للبلد اي بلد ماشي. فبالتالي احنا مندوب متخصص بيطلع بيفحص المزرعه ماشي، اللي هو متاخد منها الثمار وبيجيب عينات من الثمار اللي هيتم تصديرها ماشي، وبتتفحص، وعلى هذا الاساس بياخد شهاده خلو من الامراض. تمام. النهارده انا شايف في اجهزه حديثه بالنسبه للمعامل، شايف اعتمادات دوليه. تمام. كلمنا بقى عن المعامل. هو حضرتك بالنسبه للمعامل المعتمده في معهد بحوث امراض النبات، احنا عندنا حاليا 3 معامل معتمده بالاضافه لمعملين زراعه انسجه تم ترخيصهم. المعمل الاولاني هو معمل اللي حضرتك فيه ده، اللي هو معمل الممرضات الحجريه، وانا كنت عايز اقول كومنت بالنسبه له. وفي عندي معمل سمارت لاب، وفي عندي معمل تعريف الفيروسات والفيتوبلازم. تمام. دي معامل معتمده، الثلاث معامل دول معتمدين. في عندي ان شاء الله، ان شاء الله من غير شر، ان شاء الله ناويين نعتمد معمل للنيماتودا ماشي، معمل مرجعي، وعايزين نعتمد معمل البكتيريا بصدد. يعني مش هياخد وقت كتير بامر الله، لاننا خلاص يعني على وشك الانتهاء من الكلام ده، يعني الاجراءات يعني. تمام. حضرتك كمدير معهد النهارده، كمدير معهد امراض النبات النهارده، البذره او المحصول اللي احنا بنقلق منه بيقول بيكون فيه مثلا مشاكل كتير. تمام. ايه هو بقى ونتعامل معاه ازاي؟ لا هو على فكره احنا بنقلق من كل حاجه. هقول لحضرتك على حاجه، يعني هو بيتقال على متخصص امراض النبات هو دكتور نبات، زي في دكتور بشري دكتور بيطري، لان اهم حاجه في الموضوع الحاجه اسمها الدياجنوز التشخيص، انت فاهمني حضرتك. فكل محصول موجود على وجه الخليقه لازم بيبقى فيه مسببات مرضيه يعني، انما في طبعا بما فيهم محاصيل اقتصاديه وغير اقتصاديه، يعني حتى الفجل والجرجير والبقدونس في امراض، في امراض فطريه بتصيبهم، وفي امراض بكتيريه بتصيبهم، وامراض فيروسيه. تمام. احنا بنقدم ايه بقى للمزارع كخدمه مجانيه وللمستثمر؟ ما انا بقول لحضرتك ده كله، الشغل ده كله بيصب او بيتبلور في مصلحه المزارع. بمعنى ما انا بقول لحضرتك يعني لما بيتعمل يوم حقل ماشي، ما هو الباحث اللي بيطلع او الدكتور اللي بيطلع يعمل يوم حقل في تخصص ما او في محصول ما، على سبيل المثال مانجا رز اي 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 محصول سواء فاكهه او محاصيل حقليه ماشي، ده بيبقى ريليتد او متخصص بالمحصول وعارف كل صغيره وكبيره عن الموضوع اللي بيتكلم فيه وما هو جديد، انت فاهمني. اهم مثلا على سبيل المثال بيجي لنا شكاوى مزارعين كتير. تمام. وبناء على شكوى المزارع بيتم عمل لجنه تطلع تفحص المزرعه. تمام. المزرعه بتشخص، يعني حضرتك تشخص ازاي؟ يعني زي الانسان كده، الانسان حضرتك ممكن ترتفع درجه حرارته. درجه الحراره دي ممكن تكون ناتجه من اصابه في المعده، من خشونه، يعني من اسباب كتير جدا. المتخصص بقى بيقدر يشخص صح. لان التشخيص الصح هو بدايه العلاج. انما انا حضرتك لو مش شخصص صح يبقى بالتالي ممكن اعالج بمواد مش صح، فبالتالي دي بتبقى فيها تكلفه وفيها حاجات كتير قوي، يعني فيها خسائر من كل حاجه. فهو اهم حاجه في الموضوع كله التشخيص السليم. فبالتالي لما بتيجي مثلا على سبيل المثال شكوى من المزارع ان في عندي مشكله في الحته الفلانيه، هو على قد المزارع بيقدر ما بيقدرش يوصل لك المعلومه، فلازم زياره ميدانيه للموقع اللي هو بيقول المزرعه اللي بتعاني من المشاكل دي، وبيتكتب تقرير وبتتجاب عينات من المزرعه دي، وبتيجي في المعامل عندنا بتتفحص ونحدد المسبب المرضي ونقول له افضل توصيه للمكافحه ايه. تمام. النهارده عندنا احنا مناخ متغير على المحاصيل الزراعيه. تمام. احنا كمعهد بحوث امراض النبات مستعدين ازاي بخريطه النهارده؟ تمام. علشان نواجه سؤال حضرتك جميل. يعني هو فعلا التغير المناخي يعتبر من التحديات اللي بتقابل العالم كله. يعني احنا بالنسبه لنا التحديات بتاعته هتتمثل في ايه؟ فممكن فطريات تظهر جديده، ممكن مسببات، ممكن اعراض تظهر جديده، يعني ممكن ما كناش بنلاحظها قبل من كده ممكن نلاحظها دلوقتي. فاحنا يعني بنتتبع الكلام ده عن طريق الفحص الدوري، لان في من ضمن اساسيات الشغل بتاع الباحث ان هو بيعمل زيارات ميدانيه، شيء طبيعي. ما هو هيعمل بحث ازاي؟
لازم يعمل زيارات ميدانيه على اساس يشوف مشكله في الارض على ارض الواقع وبناء عليه يشتغل عليها. تمام تمام. فدي تعتبر احد الوسائل اللي احنا بن ايه بنتابع بيها التطورات في المسببات المرضيه تبعا للتغيرات المناخيه. تمام وصلت. تمام. بس فيعني هو حضرتك حتى بكل حاجه ان شاء الله من غير مقاطعه احنا برضو يعني بنعمل كلام جيل التغيرات المناخيه احنا بصدد يعني عمل معمل لتتبع الممرضات الفطريه عموما. تمام. يعني هل ممكن شكلها يتغير؟ هل كان لها طور تقاصر لا جنسي بقى لها طور تقاصر جنسي؟ عالم خفي. تمام. احنا دورنا بقى في القمح اللي احنا بنستورد قمح، احنا كمعهد امراض النبات دورنا ايه بقى في الفحص؟ لا بتيجي الشحنه قبل ما بتنزل ما بتخش مصر بتخش بتروح بتيجي عينات بتروح لقسم فحص امراض القمح. تمام. يتم فحصها ضد الافات الحجريه او المسببات المرضيه الحجريه ماشي، واذا كانت خاليه بيتم السماح بنكتب تقرير بذلك وبيتم السماح. تمام. الكلام ده انما القمح الداخلي لا احنا بنشارك مع مقبلين على موسم جديد وهو القمح. تمام. زراعات القمح زراعات الفول. هو حضرتك في قمح في فول في قصب سكر في اللهم صل على النبي في قلنا قمح رز في قصب سكر في فول بلدي في حضرتك حملات تعتبر حملات قوميه يعني مثلا على سبيل المثال الحمله القوميه بتاعت الرز مثلا الحمله القوميه بتاعت القمح. تمام. فبيبقى في اعضاء في اللجنه من تخصصات مختلفة من ضمنهم تخصص أمراض نبات بحيث إن هم لو شاهدوا أي حاجة أي أعراض مرضية في البداية على طول بنبلغ بيها بحيث إن احنا نعمل تحديد أو منع إن هو ينتشر منع انتشار يعني. تمام. خطتنا اللي جاية يا دكتور؟ خطتنا اللي جاية إن شاء الله من غير مقاطعة زي ما قلت لحضرتك أنا عندي بسبب التغيرات المناخية عندي معمل إن شاء الله قريب قوي يتم اعتماده هو معمل النيماتودا لان النيماتودا تعتبر من المسببات المرضيه اللي بتعمل مشاكل برضو كتير عندي المعمل الممرضات البكتيريه المسببات البكتيريه امراض البكتيريه اقصد في زي ما بقول لحضرتك دلوقتي كل قسم متخصص منوط بالمحصول بتاعه وبالمسببات المرضيه بتاعته على اساس ايه هو يتابع تطورها يتابع وسائل المكافحه سواء اذا كانت المكافحه بطرق تقليديه او باستخدام او بطرق حيويه فاحنا عموما من ضمن المهام برضو ان احنا بنقيم من المهام بتاعه المعهد ان احنا بنقيم المبيدات تاثير المبيدات على المسببات المرضيه. تمام. من ضمن بالاضافه مثلا ان احنا بنبقى جهه معاونه لمعهد المحاصيل في تقييم الاصناف وتربيه لما يجي مثلا المربي بيربي صنف قمح فلازم التربيه دي بيبقى جنبا الى جنب في واحد بتاع امراض على اساس ايه يشوف ده مقاوم للامراض ولا غير مقاوم. ما هو لازم الصنف عشان يطلع بيبقى فيه مواصفات جيده. تمام. تمام. فلازم يبقى فيه تخصصات مختلفه على اساس تطلع صنف جديد او بس. تمام. الاهتمام الكبير النهارده بالدوله بقطاع الزراعه والمشروعات اللي عملتها، ليه احنا ما يكونش عندنا النهارده معامل في كل المحافظات على مستوى الجمهوريه بالنسبه لمعهد امراض النبات؟ معهد امراض النبات هو موسف في محطات بحثيه كتير. اه انت فاهم حضرتك. وبعدين يعني هو ممكن تكون المحطات البحثيه مش مجهزه زي المعامل المعتمده اللي هنا بالفعل. لكن عندها الامكانيات ان هي تقدر ماشي عندها الخبره بما يكفي بما يكفي ان هي تشخص الامراض صح وعندها الاجهزه اللي تساعدها على تحديد المسبب المرضي بس هي ممكن تكون مش اجهزه متطوره زي اللي هنا انت فاهمني حضرتك لكن الامور يعني كويسه جدا في المحطات يعني بالنسبه للمعامل الخاصه بامراض بمعامل الامراض. لو حبيت توجه رساله توجهها لمين؟ اوجهها للناس كلها يعني رسالة بخصوص ايه؟ للمزارع للمستثمر للمزارع والمستثمر هنقول لهم احنا ايدينا دايما في ايديكم ودايما هنبقى معاكم كتف في كتف عشان البلد تبقى
جنة. تمام، كنت عايز تقول لحضرتك حاجة عن المعمل هنا اللي احنا متواجدين فيه ده. هي في زميلة هي غايبة. هو المعمل ده اساسا فكرته جت من حوالي 10-11 سنة. كان في احد مدراء المعاهد السابقين كان اقترح ان موضوع فرق بحثية. تمام. كان الفكرة بتاعته عبارة عن ايه؟ ان في مشاكل مرضية بتصيب محاصيل. ماشي. كل واحد يتقدم بمقترح بحثي او مشروع بحيث ان احنا نشوف تمويل له كويس. ماشي. وندعمه. تمام. وكان من ضمن المقترحات المقترح اللي اقترحته الدكتوره يسرى اللي هي السبب الرئيسي في انشاء هذا المعمل، الحق يقال يعني. من ضمن المقترحات اللي قدمتها هو المقترح ده، ولقى قبول عند ناس كتير واتعمل لها سبورت وخدت فند، ونتيجه الفند ده بقى المعمل ده، وبقى عامل ساوند كبير جدا ومن ضمن حوائط الصد اللي احنا بنعتمد عليها. الدكتورة هدى زكريا المدير الفني لمعمل الممرضات الحجرية، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. احنا لو هنتكلم عن ازاي النهاردة احنا بنستلم العينة ونطلع بها شهادة ان العينة دي سليمة لأي بذرة او اي محصول زراعي. احنا هنا معمل الممرضات الحجرية هو انشئ 2018 كأحد معامل أقسام قسم بحوث الفطريات وحوث الأمراض بمعهد بحوث أمراض النباتات. احنا يعتبر أول معهد معتمد. تمام. حصل على شهادة الأيزو 17025. احنا هنا بنطلع شهادة وتعتبر يعتد بها دوليا ورسميا في جهات برة. احنا بنساعد الحجر الزراعي في اتخاذ القرار في قبول الشحنات اللي اتيه من الخارج، في قبول او رفض هذه الشحنات الخالية من الممرضات الحجرية لأي محصول. لمحصول الموالح والفراولة والنخيل. تمام. لازم نتأكد ان هي خالية من الامراض الممنوع دخولها مصر. تمام. فاحنا هنا بنستخدم بروتوكولات معتمدة في فحص وتشخيص العينات الخارجة من الاتية من الخارج. فبالتالي احنا هنا بنطلع شهادة معتمدة يعتد بها رسميا في جهات الحكومية. تمام. بالنسبة لتحليل بقى العينة، بناخد العينة ازاي؟ بنحللها ازاي؟ مراحلها ازاي؟ تمام. بالنسبة للنخيل بتجينا الشتلات، بنفحص من منطقة الجذور وبنحضنها لمدة 5 ايام، بنبدأ نعمل فحص بالميكروسكوب، وبعدين بنستخدم طرق الفحص متطورة زي البي سي ار في كشف تحديد او خلو العينة من المسببات المرضية. فاحنا هنا بنعتمد على البي سي ار. طبعا هي وده يعني طرق يعتبر ان هي دقيقة. هي بتقولي وجود الممرض او عدم وجوده. تمام. نفس اللي بيتعاملات مع المستورد زي المحلي؟ طبعا. طبعا جيلنا شتلات برضو من شركات داخلية تبقى عايزة شهادة معتمدة لخلو الشتلات من الأمراض معينة تسمح بتصديرها للخارج. احنا بنتعامل مع اي بذرة هنا؟ بنتعامل مع اي جزء نباتي. اي جزء من نباتي؟ من البذرة للشتلة لأي حاجة، لأي محصول نباتي. تمام. عرفينا بقى الأجهزة الحديثة اللي هنا في المعمل. احنا هنا عندنا لامينار فلو بنبدأ نعزل فيه المسبب المرضي. تحت نبدأ نشتغل ميكولر بنستخدم البي سي ار في الكشف عن المسبب المرضي. تمام. لو قلنا المدة الزمنية لاستخراج الشهادة المعتمدة لأي محصول النهاردة، ممكن خلال 24 ساعة كشف البي سي ار يعتبر دقيق وسريع في تحديد بوزيتيف أو نيجاتيف للعينة. تمام. أصعب محصول مر على الدكتورة هدى زكريا بالنسبة في التحليل؟ هو مش أصعب، هي بيبقى أطول. يعني النخيل بيحتاج فترة أطول من حوالي 4-5 أيام علشان أتأكد وجود الفطر الحجري موجود أو عدم وجوده. تمام. يعني الشركات النهاردة اللي بتصدر بأي محصول بتيجي هنا لازم تاخد شهادة. لازم تاخد شهادة. العينة بتيجي مكودة.
مكودة، واحنا هنا بنديها كود اخر زي ما قلت لحضرتك، احنا هنا معتمدين واخدين شهادة الايزو، فبنطبقها المواصفة بتاعتنا. لازم العينة لما تيجي نديها كود معين للاناليست الموجود بيبدأ يتعامل معاها. تمام. بالنسبة للفراولة بيختلف التحليل بتاعها عن اي عن النخيل؟ طبعا الفراولة ممكن تطلع نتيجتها خلال 24 ساعة، وطبعا الموالح والمانجو. والموالح والنباتات ذات الانواع الحجرية. تمام. بالنسبة للطماطم طيب. الطماطم مش بتجيلنا، بس مش معتمدين فيها، بس ان شاء الله باذن الله في صدد اللي احنا نوسع الاعتماد وندخلها معانا في السكوب.